مساء الخير أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة. قد تكون تلك الآية من أشهر آيات الكتاب المقدس التي تثير الجدل بين الرجل والمرأة ومكانتهما وحضورهما في الكتاب وبالتالي في الخدمة. أما السؤال الأبرز، هل هذا تكريس لدور، تمييز أم تصنيف وضع الله المرأة فيه؟ ليلى نقطع السطر يسأل حول دور المرأة في الخدمة العلنية للكنيسة، فهي لم تشارك في كتابة الكتاب المقدس، لم تكن من بين الرسل، فهل هذا كافي لعدم ترأسها قيادة الكنيسة؟ هل ينصف الكتاب المقدس المرأة؟ وماذا لو كرست النصوص الدينية دور المرأة أكثر؟ ألم تكن مكانتها الاجتماعية أفضل؟ الليلة على طاولة نقطع السطر نجتمع لنفهم أكثر مقصد الله من دور المرأة مع جوفة القشادي سعد، السيدة منى الخولة مديرة منفذة للجمعية المسيحية للشابات بلبنان، ودكتور جوني عواد أستاذ عهد جديد بكلية اللاهوت للشرق الأدنى. جوفنا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. يعني موضوعنا لليلة موضوع نقاش، لأنه قضية تفسير كتابة. رح أبدأ دغري بالموضوع، ومثل ما ذكرت بالمقدمة أسيس آية بتقول الرجل رأس المرأة، هل هذا بالمطلق أو أنه الرجل رأس زوجته؟ حقيقة حتى نقدر نفهم كل عبارة من خدم الكتاب المقدس، نحن لازم نرجع للنص اللي أخذناها منه ونشوف السياق اللي ورد فيه، وبالتالي شو المقصود من وراء الكلام. نقرأ عبارة الرجل رأس المرأة حقيقة في مكانين بالعهد الجديد. المكان الأول هي برسالة كورنثوس الأولى الفصل 11، والمكان الثاني هي برسالة أفسس الفصل 5. برسالة الأولى لكورنثوس بولس عم بيعالج موضوع الاجتماع داخل الكنيسة، الاجتماع العبادي وما يطلب من المرأة أن تفعل بهذا الاجتماع. وبرسالة أفسس بيتكلم بولس عن العلاقة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وبيتكلم على أنه هناك الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الرجل. بكورنثوس كمان بيتكلم على أنه الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الرجل والله هو رأس المسيح. فالموضوع اللي كان نحن هون ما عم نتكلم بالمطلق، عم نتكلم عن أمور معينة، عن أماكن معينة محددة، وبنفس الوقت عم نشوف بكل وحدة من هودي الصور شو الله عم بيقول. ولكن ألا تقلل هيك بشكل من الأشكال من أهمية المرأة؟ هيك إيه؟ أهمية المرأة مش بكون الرجل رأسها أو مش رأسها، أهمية المرأة هي أولا بكون مخلوقة على صورة الله، كما أنه آدم وحواء اثنيناتهم هن مخلوقين على صورة الله ومثال، وبالتالي مكانتها الإنسانية هي متساوية للرجل أمام الله. هي متساوية في الكرامة والدعوة. طبيعي. نعم. ولكن الأمر هون عم ياخذ منحى آخر، منحى مختلف. بعتقد بسياق الحلقة رح نقدر نحكي أكثر عن دور المرأة في الكنيسة وفي الخدمة. ولكن قبل ما حقيقة كثير نركز على أنه المرأة هل هي منتقصة حقا بهيدا العبارات، خلينا كمان نفتح الموضوع إذا بيجوز، هل يا ترى الرأس أي الرجل عم بيلعب دوره كرأس؟ ما هو المشكلة كمان وقت الرأس ما يلعب دوره كرأس، كمان المرأة بتصير عم بتعاني من ظلم، أو من أنه تشوف هي نفسها صارت مغبونة أو مش أخذ حقوقها. فالموضوع مش بس مرأة، الموضوع مرأة ورجل، وإذا الاثنين عم بحققوا الأهداف اللي الله من أجلهم أوجدهم وأعطاهم الأدوار المتنوعة اللي يلعبوا. إذا ما في احترام للأدوار اللي عطينا إياها الرب، هناك خلل بالعلاقة الأصلية اللي بتأدي إلى التوازن بين الرجل والمرأة. والخلل ابتدأ من البداية. من لحظة سقوط آدم وحواء في الخطية اختربت العلاقة ما بين آدم وحواء. بدل ما تكون آدم كقائد وحواء كمساند قوي جدا لإله، صار في صراع بين الاثنين، من يقود ومن يسود. دكتور عواد، يعني أيها النساء اخضعنا لرجالكن، الأمر واضح، ولكن هل ما زال سير المفعول حتى اليوم؟ يعني هو موضوع الخضوع وموضوع هو الإشكالية الكبيرة. بموضوع دور المرأة، بس أنا بحب بموضوع الخضوع أرجع شوي للإشكالية الأساسية في هذه النظرة إلى علاقة المرأة بالرجل. الإشكالية الأساس في الكتاب المقدس تكمن في قصص كتاب التكوين. نحن مثل ما بنعرف بكتاب التكوين في قصتين للخلق، قصة أولى وقصة ثانية، ما بعد منهم تجي قصة السقوط. الإشكالية هي أنه تقرأ القصة الثانية، حواء خلقت أو من ضلع الرجل، وهي بالتالي منه
وأقل شأنا منه، وبالتالي تخضع له. وبعدين بالسقوط تلام. تلام نعم. هي لأغلة هي الرجل. الرجل رح نحكي عن هذه النقطة بالذات. هي مصدر الشر في في الخلق وإلى آخره، وفي نوع من اللوم عليها. هذه هي الإشكالية، لأنه نعم. تقرأ هذه القصة للخلق مع قصة السقوط بمنأى عن القصة الأولى. القصة الأولى هي المفتاح التفسيري للقصة الثانية. إذن المشكلة مش بالنصوص الكتابية، المشكلة بكيفية استخراجها نصوص وتفسيرها بقراءتهم. نعم. أنا بعتقد القصة الأولى للخلق هي مفتاح أساسي لقراءة القصة الثانية. تمام. ثم قصة السقوط، ثم الكتاب المقدس كله في مخص علاقة المرأة بالرجل ودور المرأة في حياة الإيمان. نعم. في القصة الأولى واضح، وأشار للأسيس، أن آدم، أن الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى على صورته وشبهه. وبالتالي الرجل والمرأة متساوين في كينونتهما صورة لله. تمام. نعم. وبهذاك النص بنعرف نحن انه الله طلب منهم ان يهتموا بالخليقة. هم متساوين في نظر الله، في اعين الله، وهن متساوين في عملية اعتنائهم في الخليقة. نعم. وهذه القراءة دوري. نعم نعم. وهذه القراءة يجب ان تكون المفتاح التفسيري لكل الكتاب المقدس فيما خص علاقة الرجل بالمرأة ودورهم في المجتمع وفي الكنيسة. نعم. سيدة منى، يعني قبل ما أسألك بتحب تعقب الشيء اللي قالوه؟ أولا أنا موافقة مع الإخوة بالنسبة للموضوع. برأيي أنا وبنظري كامرأة مسيحية مؤمنة، أنه حسم الموضوع بالخليقة. الله حسم الموضوع، خلاص ما بلزم نبحث. وقت بيقول لك خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، يعني الإنسان هو صورة الله. هل إنسان ذكرا وأنثى خلقهم؟ الإنسان ما بيكتمل بالخلق وبالمجتمع غير ذكر وأنثى. نعم. الله لا يرى في المجتمع ولا يفسر في المجتمع ولا يختبر في المجتمع إلا في الاثنين. نعم. ذكر، لأنه اثنين الإنسان. مش الرجال إنسان والمرأة مش إنسان. نعم. كما أنه نحن النساء كتير مكتفيين بفكرة أنه الرجل هو رأس المرأة، لكن المرأة هي رقبته، بتديره مثل ما بدها. نعم. يعني إذا هي حكيمة. نعم. ومثل ما بنقول واعية، مش للخراب، بتديره للصلح، من ناحية إيجابية، إن كان ببيته، إن كان بمجتمعه، إن كان بعائلته. نعم. يعني الأسيس دكتور عواد وحضرتي كلنا متفقين الليلة، ولأنه كلمة الله هيك بتقول، مش إنه لأنه نحن نعم. عم نفسر على ذوقنا، إنه الذكر والأنثى متساويين، ولكن تمام. البعض بيعتبر إنه اليوم المرأة تطالب بالمساواة، وأنه هناك نصوص كتابية تلغي مفهوم المساواة. مش مزبوط، لأنه بتلاقي بالعهد الجديد بيكرس المساواة. وقت اللي بيقول لك بولس الرسول والإخوة هون بيقدروا يعطونا النص، لا ذكر ولا أنثى في المسيح، لا يوناني ولا أممي، لا عبد ولا حر. نعم. الجميع سواسية في المسيح، وهون هذا امتياز الدين المسيحي. نعم. أو امتياز المسيحية، مش دين. المسيحية هي نمط، هي حياة. نعم. طيب هون بقدر أقول أنه بالمرأة، إذا بدي أختصر وضع المرأة، فيني أقول مساواة بالكتاب المقدس، وإنما خضوع بالأداء بالمجتمع والكنيسة. هلا بدنا ناخد في عدة مواضيع. مثلا أنت ذكرتي موضوع الكتاب. نعم. إنه الذين كتبوا أو نصوا الكتاب المقدس، مين علمهم؟ نعم. مين كان على راسهم؟ أماتهم. نعم. رح نحكي أكثر عن هاي بالعهد القديم. نعم. كان بالعهد الجديد. نعم. في كان أم وراها عم بتعلمه. هلا إذا كان كانوا ذكور اللي كتبوا، لأنه منعرف نحن عادة بالمجتمع الشرقي الذكر يعلم، بيروح على المجمع. نعم. وبيتعلم. أو على الهيكل، البنت بتكون عم تتعلم بالبيت. بس هو كلهم أماتهم علمون. نعم. فلو ما أماتهم وراهم، حتى بتشوفي بسفر الملوك وأخبار الأيام، الملك الفاسد بيذكروا بيه، والملك الناجح بيذكروا أمه. نعم. معناتها الأم إلى دور، إلى وهون هذا المهم.
نعم. أسيس أنا بحب يعني إذا ما كتبوا لك إنني علموا هني نص كان لهم دور إني أملوا. نعم. بحب عقب على كلام الأخت منى وأقول على أنه كل من الرجل والمرأة اثنيناتهم بيشتركوا في عكس أو في أنه يفرجوا صفات الله للعالم وللخليقة كلها. كل الكتاب كل الخليقة وجدت لكي تعكس مجد الله. نعم. بما في آدم وحواء المرأة والرجل. تمام. فوقتها الاثنين يتناغموا مع بعضهم البعض ويفهموا هالتناغم قيمته ودوره كيف بيشتغلوا مع بعضهم، هن بيكونوا عم بحققوا الهدف يلي من أجله وجدوا. الهدف يلي نحن عم نتكلم عنه صراع ما بين رجل ومرأة ودور المرأة واضح أو مش واضح، هيدا منه الهدف. نعم. هيدا نتائج سوء تطبيق الأداء أو سوء فهم هيدا النصوص. نعم. أو بسبب الخطية اللي دخلت على حياتنا وخلقت الصراع ما بين الذكر والأنثى، ما بين الفقير والغني، ما بين الطويل والقصير. نعم. هيدا الخطية بتعمل كل هيدا الأمور. فنحن وقت نرجع عن النصوص الكتابية نشوف فكر الله شو هدفه، منبطل نقول أنا أنت جولي أنت امرأة أنا رجل فبدي أتصارع أنا وياك. لا، اثنيناتنا بيلي الله عطانا إياه، مش مهم أطلع عليك وأحسك، لا، باثنيناتنا بنتكامل لنحقق مجد الله. تمام. وهذا هو نعم. الهدف الأساسي. نعم. وأشارت له أخت منى بطريقة كتير حلوة. نعم. أسيس، طيب المرأة اللي بتوجه لها الكتاب المقدس بالعهد القديم، هل هي نفسها المرأة اليوم؟ طبيعي، هي نفسها المرأة، مرأة لم تتغير في تكوينتها، كما أن الرجل رجل لم يتغير في تكوينته. نحن منلاحظ على أنه الكتاب المقدس، أحيانا منقول أنه الكتاب المقدس مجحف في نظر المرأة، خاصة فيما يتعلق يمكن بنصوص العهد القديم. ولكن ما ندرك حقيقة على أنه الكتاب المقدس وقت يذكر أحداث معينة تظهر أنه قاسي في حق المرأة. نعم. ما بيكون عم يذكرها ليأكد عليها أو ليوافق عليها، بل بيكون عم يسردها، عم بيخبرها أنه صارت واقعة تاريخية. نعم. حدثت. وبالتالي مش كل شيء بيكتبوا، مثلا في كتير أمور من هيدا النوع يلي صارت. فمثلا أحد الرجال حقيقة اسمه هلأ غيب عن ذهني، يلي قدم بنته ذبيحة بسبب. نعم. إذا بتساعدوني بالاسم. نصوص تختلف في التفسير، هل هي قدمها ذبيحة أو هل هي اعتزلت في أحد الجبال، ولكن ما بيعني الكتاب المقدس وافق على هذا العمل. نعم. طيب هون بس أسيس، يعني بدي اسمح لحالي أسألك، يعني بسفر الأمثال اللي غالبا نستشهد فيه للحديث عن المرأة الفاضلة، منحس وكأنه بيوضع المرأة بإطار منزلي وزوجي، وكأنه خارج هالإطار في مشكلة. أنا شايف بسفر الأمثال، شوفي عبر العهد القديم كله عندك سحابة من النساء اللي كتب عنهم، كتبوا عنهم هن رجال مجدون، كتبوا قصصهم كلهم شخصيات مباركة اللي من نسلهم إجا المسيح. عندك سفر رعوث، سفر أستير، عندك النساء كلها اللي ذكرت، القاضيات والقائدات والنبيات والمغنيات عندك سحاب، يعني عبر العهد القديم والعهد الجديد كل شيء كتب عن المرأة كان إيجابي. نعم. وحلو. صح. مع أنه بالعكس عندك من ناحية الرجال الحرب والضرب والتعدي وال نعم. إلى ما هنالك. نعم. يعني نحن راضيين. نعم. يعني نحن كنساء راضيين عن ذكر المرأة في الكتاب المقدس لأنه موجود بالعهد القديم والعهد الجديد. هون دكتور بتوافق السيدة منى على اللي عم بتقوله، وما بتلاقي أنه اختلف دور المرأة بين العهدين القديم والجديد؟ لا، ما في شك انه الكتاب المقدس خرج من بيئة ذكورية. نعم. وبالتالي هذه البيئة الذكورية إلى بصماتها على فهم علاقة الرجل بالمرأة ودور المرأة في المجتمع وفي الحياة. ومنه عجب انه منلاقي نظرات ذكورية مرات في بعض النصوص. لكن الأهم، إذا نحن متفقين أنه قصة التكوين الأولى هي المفتاح التفسيري لكل الكتاب المقدس فيما خص علاقة الرجل بالمرأة ووجود أمام الله وصورة أمام الله، نحن متفقين فإذا أنه هن متساوين، وهذه المساواة يجب أن تذهب إلى خواتيمها إلى النهاية في كل شيء، في كل الميادين، في كل شيء. نعم. نعم. ولكن هون بدي أسأل سؤال، العهد الجديد ما ألقى ضوء جديد على كرامة المرأة؟ ما بلا طبعا 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 ألقى ضوء جديد.
المرأة تحررت المرأة نعم. يسوع المرأة في يعني تحدى العديد من أكيد. القوانين أكيد. اليهودية يعني مثل الحرية يعني نعم. يسوع إجا لحرر كل إنسان ما يعتبر دوني نعم ما عنده دونية حتى العهد نسيح. القديم حتى نكون منصفين لكلمة الله حتى العهد القديم بيعلم. بالمحلات يلي منقول إنه كان مشحف في نظر المرأة مقارنة مع المجتمعات اللي كان هو موجود فيها هو كان متميز عنا نعم مظبوط فسفر الأمثال مثلا 31 مش بس إطار عائلي أنا شايفها هي دائر عم تدير المجتمع كله نعم. الامرأة يلي بتعرف تدير بيتها إدارة حسنة وبتهتم بأولادها وعيونها للمستقبل وبتحضر المستقبل هي بتعرف تدير مجتمع نعم. ونعرف كلنا نحن أنه البيوت الحقيقية هي بسيداتها مش نعم. برجالها هون اسمح لي أسأل السيدة منى يعني شو شعورك لما بتشوفي أنه المرأة اليوم تترأس بلاد وتتبوأ مناصب أولى سألتيني السؤال بس ما خليتيني جاوبك عليه حسيتك لأنه لا كنت عم كمل بس نعم. تفضل أنت سألتيني فيما خص العهد الجديد نعم. وإذا أعطى مرتبة جديدة في تكريم المرأة ولا لا طبعا ما في شك أنه العهد الجديد تحدى المجتمع اليهودي بالكثير من الأمور وبالتحديد يسوع في خدمته لأعطيك مثال صغير بخبرونا الأناجيل وبالأخص إنجيل لوقا الإصحاح الثامن أنه يسوع كان يجول في منطقة الجليل برفقته الاثني عشر ونساء كنا يخدمنه ويصرفوا عليه يمولوله الحركة تبعيته تمام تمام وأنا باعتقادي أنا باعتقادي وهذا ممكن نفوت عليه تفسير بعدين في ثلاث نساء معطية أسماءهم وبيذكر النص أنه في عددات كانوا غيرهم هذه لائحة في لائحة من 12 رسول ذكور نعم وأنا باعتقادي هودي لائحتين بيكملوا بعض للقول أن يسوع كان حوله دائرتين صغيرتين 12 ذكر وثلاث نساء وكثر كنا عددات وكان في دائرة أكبر إذن رسولية يعني ما راح أسألك السؤال ليش ما في مرة رسولة لأنه هيدا السؤال تركته للمواجهة للأسيس شادي في عندي رسولية غير مباشرة إذا نعم. بدك لأنه كانوا معه في كرازته بملكوت الله إذن كانوا يشهدوا معه نعم. حول هذا الملكوت واضح بالكتاب المقدس أنه كان لهم دور هلأ. ودور فعال جدا هلأ يعني سوري نعم. أنا بدي أعقب عليك أنه لو هلأ مجموعة من أخوات الكنيسة رافقوا مبشر وصرفوا عليه من أموالهم كانوا شهروا فيهم نعم. نعم. فكان بالحره المجتمع المحافظ بوقتها قد ايه المسيح يسوع عطاهم مقام نعم يسوع رح نتناقش بهالموضوع يسوع تحدى الذكورية تبع مجتمعه في انه سمح لنساء بالانخراط في خدمته ويتبعوا بالرسالة نعم وهن لازم نسطر لهم نعم. اذا لكان اليوم تغير الوضع نسطر لهم هذه الشجاعة في انهم تركوا بيوتهم تركوا اشغالهم لا ليه مرسلات ولا ومشوا وراه نعم خليكي معي واذا منطلع بالقصه تبع الاناجيل بتخبرنا انه يسوع انتقل من الجليل الى اليهوديه وراحوا معه هؤلاء النساء وكان معه الذكور نعم بالجليل باليهوديه باورشليم تسارعت الاحداث يسوع اعتقل ثم حوكم ثم صلب وين الرجال كان النساء أشجع وين نعم. الرجال نساء بقيوا معه بطرس تنكر له يهوذا خان عندي هذا السؤال البقية تركوا وخانوا يسوع في أحلك ساعات حياة يسوع لم يقف نعم. تحت الصليب إلا النساء هودي وحتى هن كان عندهم البشر بقيامة وبكل سمعة التلاميذ نعم. يوحنا نعم. يعني ما بدي استبق كتير الحلقة لأنه في عندي عديد من الأسئلة عن هيدي النقاط اللي عم تطرق لحضرتك وبالتالي عنا نحن أمامنا نماذج من الأمانة نعم. من الرسولية نعم. إذا بدك
ومن التفاني. نعم يعني بدي اتوقف مع تقرير، ولكن قبل رح ارجع لسؤالي لحضرتك. نعم. شو شعورك؟ يعني كان عم يحكي القسيس عن دور المرأة قد ايه مهم وقديش هي ممكن تساعد وتساهم ببناء المجتمع. شو شعورك لما تشوف اليوم المرأة تترأس بلاد وتتبوأ مناصب اولى؟ هلا المرأة هي مش نصف المجتمع، اكثر نصف المجتمع، لانه نسبة الوفيات بالصبيان عند الولادة أكبر من نسبة وفيات البنات، فالنساء هن أكثر من نصف المجتمع وهن ضمير المجتمع. نعم. هن صانعي السلام، فلازم هن يكونوا مشاركين في صنع القرار وفي القيادة حتى يكون في عدل بالمجتمع. ومحل اللي عم نشوف فيه سيدات هلأ مؤخرا مثلا يلي عجزوا عنه رجال بالاتحاد الأوروبي وقت اللي عم بيعملوا مباحثات. نعم. من أجل التحديد من المفاعل النووي والى اخره. مين اللي نجح بالحوار؟ أشتن. نعم. اللي هي سيده متواضعه لكن جباره، ولانه عندنا المراه عندها هالحس النسائي اللي بيريد يحافظ على المجتمع وعلى سلام. نعم. ضروري انه يكونوا بقيادة مشتركة مع الرجال. نعم. قبل ما أسأل بيكبر قلبنا فيهم. نعم. قبل ما أسأل عن المرأة والقيادة بالكنيسة، خلونا نتوقف نحن وياكم والمشاهدين مع أول تقرير بحلقتنا، ومنشوف بلمحة تاريخية أبرز القادة النساء بالعالم. منتابع سوا هالتقرير. المرأة القيادية صفة استطاعت الحصول عليها نساء عدة بفضل مكافحتهم وجهود عبر مختلف العصور. على سبيل المثال كليوباترا ملكة مصر التي ولدت عام 69 قبل الميلاد واستطاعت إدارة بلد بأكمله، ووصفت بأن أثري على السياسة الرومانية بفترة حرجة. ومع تغير الزمن كبرت مساحة حرية المرأة بالسياسة والاجتماعيات، وأصبح أكثر وأكثر مألوف أنه تتقدم المرأة لزعامة أمة بأسرة. فمنذ أكثر من 50 عام أكثر من 31 سيدة تولينا الرئاسة و32 امرأة تولينا رئاسة الوزراء ببلادهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلى سبيل المثال مارغريت تاتشر وهي أول امرأة بريطانية تتولى رئاسة الوزراء بحينها، وبقيت بهذا المنصب من عام 1979 وحتى عام 1990 عن حزب المحافظين اللي استطاعت انه تفوز برئاسته عام 1975. وحققت تاتشر شعبية كبيرة جعلتها تحتفظ بمنصبها ثلاث فترات متتالية لأول مرة بتاريخ سياسة البريطانيين. لهالسبب لقبت بالمرأة الحديدية. كما وأن أنجيلا ميركل زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي هي أول امرأة بتتولى منصب المستشار بألمانيا ب 22 تشرين الثاني عام 2005، وحتى الآن وضمن قائمة مجلة فوربس تعد المرأة الأقوى في العالم لخمس سنوات، وقبل ذلك تولت كأول امرأة وأول مسيحية بروتستانية رئاسة الحزب المسيحي ذو الجذور الكاثوليكية بعشرة نيسان 2000 كسابقة تاريخية لم تحدث من قبل. وعلى الصعيد الإنساني استطاعت الأم تريزا التي ولدت عام 1910 وتوفيت عن عمر 87 سنة أن تحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1979، فلقد اهتمت بالأطفال المهملين وأسست جمعية أخوة المحبة وحولت جزء من معبد كالي الكائن بكالكوتا إلى منزل لرعاية المرضى المصابين غير القابلين للشفاء والعناية فيهم بأيامهم الأخيرة، واستمرت بنشاطها حتى عمر 75 سنة حين ذهبت لمساعدة المنكوبين وإغاثتهم من الجوع والتشرد. أما على الصعيد الإعلامي فلقد حققت أوبرا وينفري الأمريكية الجنسية نجاحات كبرى، فمقدمة برامج حوارية أمريكية وممثلة مسرحية وشخصية عالمية تحظى بالاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، وهي اللي كانت عم بتعيش حالة فقر مذرة في طفولتها في منزل جداً متواضع بين والدين، الأب كان يعمل كحلاق والأم تخدم بالبيوت، وإنما هالوضع لم يشكل عائقاً لتصبح قدوة في عالم التقديم ولتصنف مجلة فوربس بالمرتبة التاسعة في قائمة أكثر الشخصيات نفوذاً على صعيد وسائل الإعلام والسلطة الاقتصادية. وبيبقى من البديهي التساؤل، ماذا عن حق المرأة باستلام مناصب قيادية في الكنيسة
كونها حققت ولا تزال عم بتحقق إنجازات كبرى وتاريخية بمختلف الميادين. يعني سيدة منى، مثل ما شفنا بالتقرير أنه قدرت المرأة تكون قائدة بمختلف الميادين، ليش ليست القائد في الكنيسة أيضا؟ لأنه الله ميزها بمواهب مهمة رجال ما بيقدر يقوم فيها. نعم. فالله بحكمته. ولكن القائد أليس هو مميز؟ هي قائدة ببيتها وبمجتمعها وبالكنيسة إذا كان في حاجة. مثلا بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية انفقدوا الرجال. نعم. يعني سيدة لأنه راحوا للحرب ما عود في رجال بالمناطق، رسمت سيدات قصوص. نعم. وأنا تعرفت على البعض منهم وكانوا مقبولين لأنه كان في حاجة. نعم. كان في وضع يسمح. هلا وقت اللي عم بحكي سيدة أنا لو قطعتك، لا ما فيك تقطعيني. المرأة الرب ميزها أعطاها ميزة الأمومة. نعم. وكل سيدة بدي هون أحكي كلمة، كل سيدة هي أم. نعم. حتى إذا لم تتزوج بيكون عندها وظيفة أم. نعم. بميتها بمدرسة مع عائلتها، فإذا ليش بدها تترك الأهم حتى تقود محل ما في ناس تكون قادة؟ ولكن القائد منه مهم؟ القائد منه مهم؟ يعني البعض قد يعتبر أنه بكلامك تبرير أنه الله ميزها. قائدة بمجتمع، ليش تترك القيادة؟ وين المشكلة إذا كانت قائدة في الكنيسة؟ تتخطى او تتحدى. طيب بس بدي اسال سؤال، اعتبارات اجتماعيه. نعم. يعني اذا بدها تكون قائده بالكنيسه وتعمل مشكله يكون في حساسيه، وين الفايده؟ وين الخدمه؟ محل ما في. طيب ليش بدها تعمل مشكله؟ بس وضحين لنا لانه كرمال يفهموا المشاهدين. لانه اذا مرأة بدها تكون قائده على الرجال، احيانا الرجال بحسوا بنوع من الدونيه، انه مرأة عم بتقود بالكنيسه وعم تاخذ دور. نعم. القيادي، هالحساسيه هي ما بتخدم وما فيها بركه. نعم. بالعكس تعمل. نعم. تعمل شرخ في الكنيسه. فانا برايي اذا في حاجه الرب يقيم قائد يقيمها، حتى لو صار في معاكسة، لكن إذا الرب كان معين بيفسح المجال وبتكون مقبولة. لكن إذا بس مجرد نفرض نفسنا على عادات أو على أعراف معينة ما فيها بركة. نعم. أسيس، يعني معنى أسيس، خليني أسألك، هل تشعر بالدونية إذا كانت المرأة هي قائدة عليك أو بالكنيسة؟ حقيقة السؤال هو مش الشعور بالدونية، السؤال هو ولكن سيدة منى ذكرت أنه في شعور بالدونية بتعلم. هلأ نحن عايشين للأسف بمجتمع، خلينا نقولها، نحن ما بنشبه المجتمع الغربي، مع أنه كمان مجتمع الغربي الرجال ممكن يشعروا بالدونية أيضا، ولكن نحن هيدا الحساسية الذكورية اللي فينا أنه مرأة تجي رأيها يمشي على رأيي ويطلع صح رأيها بالنهاية، أنه كيف معقولة أنا غلط وهي طلع رأيها صح، وأنا هذا شعور فيي بيغلي. نعم. هذا المجتمع اللي نحن عايشين فيه. ولكن الرب أراد المتساويين، ليش أنا بدي يعني يا بدي طبق كلمة الله بكل المجالات ومشيها؟ انت عم بتحميها لمحلها. لا بس أنا عم بنقول اليوم لسان العديد من المشاهدين اللي عم يتابعونا ولازم يجاوب على هذا السؤال، يطرحوا هذه التساؤلات بالذات. إذا أنا بدي أمشي بنفس المنطق، إذا بسمح لي أخ جوني، على أنه بدي أقرأ كل الأمور بحسب رواية الخلق، على أنه كما كان متساويين هناك في كل شيء فهما متساويين أيضا بكل شيء، حتى في الكنيسة يعني فيهم يعملوا كل الأدوار مع بعضهم البعض. حقيقة أنا بواجه مشكلة بمقاطع كتابية أخرى يلي الكتاب بحدد الأدوار، خاصة نحن إذا عم نحكي عن دور قيادة بالكنيسة، الدور الوحيد يلي معطى للرجل بالمطلق هو دور التعليم والسلطة الروحية. أما الأدوار الأخرى ما بنقرأ عنها شيء. فمثلا نحن بتيموثاوس وقت بولس الرسول عم يعطي صفات الأسقف ثم صفات الشماس، منلاحظ كمان أنه عم يعطي صفات الشماسات. نعم. وعم يشرح شو هن الصفات اللي لازم يكون لدى الشماسات. فنحن بنجي بنقرأ مثلا تيموثاوس الأولى الفصل الثاني، هي بعتقد هذا هو المقطع الجدلي الأكثر حول المرأة والرجل وحول دور القيادة للمرأة في الكنيسة. فمثلا بولس الرسول بيقول لتتعلم المرأة بسكوت بكل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت.
بعتقد هذا هو المقطع يلي نحن إذا بدنا نغوص بصلب الموضوع حول هل يحق للمرأة أن تعلم في الكنيسة، يعني أن تأخذ دور الراعي في الكنيسة، دور المعلم أو دور صاحب السلطة الروحية، هل هيدا هو المقطع اللي نحن لازم ندرسه؟ ولكن هيدي النصوص ما كانت بوقتها تخضع لوضع المرأة بوقتها، واليوم وضع المرأة تغير؟ لا لا لا، لأنه إذا نحن بنرجع بنكمل نفس النص بنلاحظ على أنه الأسباب يلي بولس أعطاها ما أعطاها أسباب العلاقة بتركيبة اجتماعية معينة أو تركيبة ثقافية معينة. شو الأسباب؟ فمثلا ممكن أنت تقولي لي أنه بهداك الزمن النساء ما كانوا متعلمات، ما كان عندهم شهادات، الرجال كانوا متعلمات. أنا بدي أسألك، أي من تلاميذ المسيح كان متعلم؟ ما في إلا بولس هو الوحيد الفيلسوف، لوقا طبيب، أي وبقية كلهم شو؟ صيادي سمك. بس شو عملوا؟ ولكن بلاك شو بقول الكتاب المقدس بالآية بتيموثاوس الأولى الفصل 2 والآية رقم 13، من بعد ما بقول بل تكون في سكوت، بقول لأن آدم جبل أولا ثم حواء. بيعطي أسباب بولس الرسول ما لها علاقة بتركيبة اجتماعية، بيعطي أسباب مطلقة، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. فإذا الموضوع هو أنه الله أراد بهذا الترتيب أن يضع المسؤولية التعليم الروحي للرجل. للرجل. إذن يعني بنفهم لنكون عم نوضح للمشاهدين ونبسط الأمور، النصوص الكتابية تحذر على المرأة أن تكون قائدة في الكنيسة، راعية في الكنيسة. إذن هي عندها خدمة، ولكن عندها خدمة. خلينا نعرف قائد. نعم. القائد هو إنسان له تأثير في وسط الجماعة. أنا ما فيني أقول على إنه المرأة ليس لها تأثير وسط الجماعة. بكون عم بقوس حالي بإجري. ما هي عنصر مشارك. انا عم بحكي عن القائد لإلي. عم بحكي عن القائد. واضح انه المراه لها دور في الرعايه في الخدمه والرساله في الكنيسه. انت شو فيها تعمل المراه ادوار في الكنيسه؟ بدك تجاوبوا هلا؟ لا خلينا ما نستبق الحلقه، لانه اسئلتك رح تقودني لاني اقول استبق. شوي واقول انه نعم في ادوار. خليني قبل ما ارجع للمرأة تلعبها في الكنيسه. رح اقولها بشكل عام. يوجد ادوار المراه تلعبها في الكنيسه، ادوار بغايه الاهميه. من دون الكنيسه ناقصه. لانه الكنيسه تتالف من كل من الكل من الكل، والكل عم يخدم الرب المسيح. مش واحد، مش الرجل عم يخدم. خليني اسمحوا لي، عم نخلط بشغلتين. نعم. المساواة والادوار هم مستقلين. صحيح. اذا عم نحكي عن المساواة بين المرأة والرجل في الكنيسة وفي نظر الله، المساواة موجودة. ولكن الادوار من المساواة ما بتختلف نظرتنا للادوار. بتختلف الادوار، يعني بالعائلة بتختلف الادوار. هي تقدر تنجب، الرجل لا ينجب. طيب شو معناتها منعاتب ربنا ليش الرجال ما بينجب؟ المساواة موجودة. إذا هو ما بينجب بطل في مساواة؟ خلينا هون نكون واضحين. أوكي؟ من هون أنا من المنطلق عم جرب فسر إنه المساواة موجودة والأدوار مبرمجة من قبل الرب، والرب يغير البرمجة حسب الحاجة الاجتماعية. حسب الظروف. لازم اسمع. بس الميزة الأهم إنه مميز المرأة بأن تكون شريكة في الخلق، الرجال ما بيقدر يكون شريك في الخلق. وهيدي واصلين لا يمكن كمان بالحديث عن المباركة. نعم. لازم أسأل دكتور جوني وناطرني، يعني ما الذي يمنع المرأة أن تكون قائدة في الكنيسة؟ لا شيء. لا شيء. يعني إذن حضرتك مع؟ طبعاً. طبعاً لا شيء، بس خليني هيك في بعض الملاحظات عقب شوي صغيرة. تفضل. برجع للموضوع، نحن متفقين إنه قصة الخلق الأولى هي المفتاح التفسيري. وأن سقوط آدم وحواء هو سقوط الاثنين معا. بالتساوي. شو عندك نص دكتور؟ شو بتعمل فيه؟ بالتساوي. متساويين. صح. عندما يلوم الرسول بولس آدم، ولا يقصد به الرجل، عندما سقط آدم بيحكي بولس رومية 5، يقصد الإنسان. آدم هو الإنسان، ما في لوم على الرجل هنيك ولا على المرأة. الإنسان سقط بالنهاية. نيناتهم أكلوا، نيناتهم خدشوا، والخلاص لهم بالصليب كان متساوي. وبالمسيح لا ذكر ولا أنثى. وبالتالي مشكلتهم كانت متساوية وخلاص ساوى بيناتهم. وبالتالي أمام المسيح وأمام الله متساويين. متساويين، هي حقيقة الإنجيل. نعم. أن أحرم المرأة من دور بتميز فيه الرجل، كون أنا عم بجحف بحقيقة الإنجيل. حقيقة موضوع بس خليني نكمل. نحكي الخلاص. في الخلاص متساويين، ولكن
في الخدمة الكنسية بولس عم بيحط أدوار. طيب. بس كيف بتفسرها هيدا؟ عم تسألنا هيدا. طيب. عم تسألنا خليني جاوب. عم تسأل إذا عندنا مشكلة إنه تكون مرأة قائدة. قائدة. أنا نعم. ما عندي مشكلة تكون قائدة بالكنيسة، بس عم بقول حسب تعيين الرب. صحيح. خليني مش تضحاش على شيء الرب معين له. نعم. من هيك حكيت إنه في ظروف ما بدي أقطعك، طيب. بس إنه في ظروف اجتماعية قادت فيها المرأة لأنه كان في حاجة للقيادة. نعم اوكي بالروحيه كراعي. نعم رح ارجع لك سيده منى، ولكن خلي طيب. دكتور جوني كف طيب فكرته. خليني بس هيك طالما استشهد بنص القسيس اسال السؤال التالي. لما الرسول بولس بيتحدث على سبيل المثال عن نبيات يتنبأنا ويصلينا في كنيسه كورنثوس، هل هذه ادوار كنسيه او لا وقياديه في الكنيسه؟ كوكب كبير بيذكرها الرسول بولس في رسالته إلى رومي، عندي أنا الشماسة، عندي النبي الخادمة الشماسة فيبي، عندي أفوديا وسنتيخي اللي بسميهم الرسول بولس المجاهدتين في الرب. نعم. بريسكيلا مين بينساها؟ نعم. يلي فتحت بيتها وهي وجوزها علموا أبولوس. نعم. رايت. ليديا. مين بينسى يونياس الرسولة بحسب رومية 16:7 يسميها الرسولة. شو عم بحكي؟ التي كانت قبل الرسول بولس بنفسه في المسيح. ومريم وتريفينا وتريفوسا وبرسيس التاعبات كثيرا في الرب. شو هودي عم بيعملوا؟ عم بيطبخوا؟ هذه حلوه للي نعم. عم بفتش اسامي بنات اسامي حلوه. وامروفوس وجوليا اخت نيروس. جوليا اذا لا شيء يمنع. وام وسته ل تيموثاوس. نعم. طب شو عم يعملوا؟ عم يطبخوا؟ هودي الاسماء اذا ولا هودي عم بيكون عندهم لا شيء يمنع ولا هودي كان عندهم ادوار رياديه قياديه؟ نعم نعم وضحت الفكرة دكتور عواد قسيس. رح ارجع اسمع وجهة نظرك ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا ما تنسوا انه انتم كمان فيكم تشاركونا بالحوار عبر الاتصال الهاتفي او عبر الاس ام اس، والارقام عم تورد باسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم بنتلقاها عبر الفيسبوك. فاصل ونرجع. عودة إلى متابعة نقطة على السطر وحديثنا اليوم حول المرأة وقيادة الكنيسة. أسيس يعني كان دكتور عواد ووفقا للرجوع لنصوص كتابية أنه لا شيء يمنع أن تكون المرأة في منصب القيادة، كان عندك تعليق؟ حقيقة أكيد الأسماء السيدات والأخوات بالأحرى الخادمات يلي خدموا مع بولس الرسول أو في العهد الجديد أو حتى بالعهد القديم، ذكر أسماءهم ما بيعني أنه أعطيوا مسؤولية التعليم في الكنيسة. أنا النقطة يلي عم شدد عليها يلي ذكرها بولس هي التعليم في الكنيسة والتسلط على الرجل يلي بيجي مع التعليم، السلطة اللي بترافق التعليم. أما إذا ما نحكي عن الأدوار الأخرى يلي المرأة ممكن تلعبها، ما حدا بشارع بهذا الموضوع. نعم. بل كلنا منوافق على أنه ليديا فتحت بيتها وألزمتهم بالدخول، وعلى أنه فيبي كانت شماسة في الكنيسة والشماسات هذا أمر تعليم كتابي وارد، وعلى أنه كل الأخوات اللي تم ذكرهم هن كانوا عاملات ومجتهدات. الدكتور قال بطريقة هيك مازحة يمكن أنه كانوا عم يطبخوا، أنا برأيي كانوا عم يطبخوا كانوا عم يعملوا إشياء تاني. نعم. لأنه بولس كان بحاجة ليأكل والتلاميذ والرسل بحاجة ليستضيفون ويهتموا بأمورهم، بالإضافة كانوا كمان عم يخدموا برسكيلا وأكيلا. نعم تنيناتهم فتحوا بيتهم وتنيناتهم حضنوا أبولس، ولكن كمان ما نشوف على أنه برسكيلا ما حضنته لوحدها ضمن الزوج ضمن العائلة. فإذا بدنا نرجع نقرأ الأمور مثل ما هي ونشوف الترتيب الإلهي اللي الله عم بحطه. النص واضح، إذا نحن بدنا نحاول نأول النص أمور أو نحاول نغير نقدر. أنا هون لقيت لها فتوى. نعم. تعليم لقيت لها فتوى. مثلا مرة دعيت لأحكي لتلاميذ كلية اليهود وكلهم تقريبا ذكور، وحتى ما يصير في إحراج قلت لهم أنا جاي شارك. وقت اللي بتقول أنا عم شارك بمعلومات عم شارك باختبارات، يمكن كلمة المشاركة ما كان فيها الحساسية للتعليم. ففي أحيان فينا نلاقي فتوى للموضوع
إذا كان في حاجة موضوع في الكنيسة خلينا حتى بالكنيسة حتى بالكنيسة ما بعلم شارك ما حدا بيتضايق لأنه أنا ولكن هون إذا بدي ولكن هو سيدة منى إذا بدي أحترم التعليم إنه أو النصوص اللي بتقول لا تعلم ولا تتسلط أنا معك إنه في فرق في فرق بين مجتمع بولس وبين مجتمعنا اليوم نعم يعني حضرتك لما عم تحكي عن المتعلمات والمرشدات نعم سيدة منى يعني لما ذكرتي عن الكبير نعم بس ذات الوقت أهم من هيدا كله نكون خاضعات لمشيئة الرب وإذا احترمنا الكلمة الرب بمجدنا الرب بيرفعنا إذا نحن اتضعنا بيرفعنا هون ما عندي مشكلة إذا طلب مني إذا الرب حط على قلبي إني أعلم رجال بعلمهم بس بشارك حتى بقول لهم عم بشارك انا حتى ما يتضايقوا ولكن هون عم تحكي عن نقص عند الرجل واذا ما طلب مني ما بفرض نفسي نعم ولكن سيده منى عم تحكي عن نقص عند الرجل باي معنى انه بشارك حساسيه نعم انه نعم. ليه احترم احترم الكلمه يا اما بحترم الكلمه كلها يا اما لا انا ما عندي قصه استمزاج هيدي بفسرها هيك وهي بقبلها وهي ما بقبلها حسب كيف ما بتناسب الشخص نعم. مع خريجه جامعه وشبعاني من الفهم والعلم والتقدير بس مني من الموديل اللي هيدي بفسرها هيك وهي بفسرها هيك باخذهم مثل ما هني هلا ضمن المجتمع اللي انا فيه بجرب انه نعم شوف كيف هالشابه او السيده ممكن تتصرف بطريقه تحقق حالها وتكون مفيده بمواهبها بدون ما يكون في حساسيه بشكل النواحي شو رايك بالمؤمنات اللي بيطالبوا بقياده الكنيسه غير بالطبخ نعم. يا اختي بالطبخ انا ما بحب انه خلي كنت تحس اني عم فوش عليها نعم اذا مثلا انا علمتها شغلي وعملت احسن منها قدام المجتمع قدام العائله بمجدها وبخليها هي تظهر بالوقت اللي انا علمتها نعم. وانا هلا ان شاء الله تكون عم تسمعني نعم طيب سيده منى شو رايك وردك على المؤمنات اليوم اللي بتطالب خليكي معي قائدة. خليكي معي ممكن نشرح قائده انا بحب اعرف الحكمة تعريف اني اعرف قسيسه كاهنه اوكي نعم اوكي لكن انت عم لا مش مختلفين انه المراه لها دور بالخدمه والرعايه انت لكن عم بتركزي على دور من ادوار القياده في الكنيسه اللي هي التعليم نعم اوكي مش ما بس ما عم بتصيب الادوار الثانيه يعني انت حاطه فوكس هذا الدور وعم بتعرفي ادوار كثير لا ولكن لانه اسيس صدورك متفق عليهم ما في خلاف انه عم بصير انه عم نترك كل هوديك وعم نركز بس على اسيس بس تمام نفهم غلط لانه هناك ما في خلاف على انه المراه عندها خدمه بالكنيسه والكل بيسلم بهذا الامر ولكن عندهم بس ما عددي لمن بس انا بدي اليوم عندنا مشكله ولكن اليوم يا أسيس عندنا مشكله انه في مؤمنات اليوم تطالب بحقها انه ترسم بمنصب هل يا ترى المراه تفهم دورها في الكتاب كما هو في الكنيسه خليني اسال دكتور عواد لانه واضح انه مش موافق على اللي عم بيصير وعلى ايش عم تنقال ايه مش مشكله هلا نعم بهمنا نسمع رايك عم نتناقش يعني الليله موضوعنا موضوع نقاش الأسيس شادي اشار الى نص يعني إشكالي اللي هو تيموثاوس الأولى صح الثاني طيب السؤال هل هذا الحظر على المرأة أن تتكلم أو تعلم في الكنيسة هو حظر في المطلق على كل الأوقات والأزمنة أم هو حظر على المرأة في كنيسة تيموثاوس مشكلة كبيرة عم تفتحها خليني رجعت لك أسيس خليك كفي فكرته ونرجع حقيقة الأمر في النص في تيموثاوس الأولى هي أنه بعض النساء استغلوهم الناس واستخدموهم لتمرير تعاليم تتناقض مع الإيمان الإيمان تبع كاتب الرسالة الدعوة للصمت هي لهؤلاء بالرسالة الأولى لتيموثاوس بيصرح الكاتب أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين مانعين عن الزواج آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفين الحق وبتابع بنفس الرسالة ليحدد هوية الجهة لسقطت فريسة هذه التعاليم الخاطئة بيقول فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم أو من أجل الشتم فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان بالرسالة الثانية لتيموثاوس بتحدث الكاتب عن الأزمنة الأخيرة معلنا أنه سيقوم أناس
يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. كاتب الرسالة يستهدف هؤلاء النساء، هذه المجموعة من النساء اللي استغلوها في تعليم تعاليم تتنافى مع إيمان الكاتب، وبالتالي الدعوة للصمت هي لهؤلاء أن نأخذ هذا الأمر ونعممه على كل الأزمنة والأوقات إشكالية تفسيرية، وبعد في إنصاف بحق المرأة طبعا. لا نعم أسيس، عندك تعليق؟ يعني عم شفتك عم تاخذ نوت. هلا بتحب كمل؟ انا كنت نعم. بس انا عم يسبقنا يعني، عم يمرق الوقت وبدنا نجرب نسمع الكل ونختصر يعني. اكيد الموضوع بيحمل اكثر من حلقه. اول شيء في يعني في اعتماد مبدا تفسيري انا شخصيا ما برتاح له، هو انه انا بدي اشوف وضع معين كانت الكنيسه عم تمرق فيه، وبالتالي العلاج اللي قدمه بولس هو وقتي لهيدا الزمان، وبالتالي خلص مر على الزمان بطل يطبق علينا. صار عندي مشكله انا ساعتها أجزاء كتير من هالكتاب صار فين أركنا على جنب، ويدوب بيطلع لي كم جزء اللي بيناسبني بتركه والما بيناسبني بحطه على جنب. أنا شخصيا أؤمن أنه كل الكتاب هو موحى به من الله، هذه الكلمات انكتبت بوحي إلهي ومقصود فيها أمور معينة واضحة لإلنا تطبق في كل الأزمة والعصور. التطبيقات قد تختلف ولكن المبادئ الموجودة فيها ولكن دائمة. ولكن ألم يكتب بطريقة ذكورية كما يقول البعض؟ لا، لأنه الذي كتبه هو الله. إذا أنا بدي أعتمد على أنه بولس كتب الذكر وأنا منعت الله بالوحي بالروح القدس هو يلي سيطر ويقود فكر بولس في الكتابة، إذا أنا إلهي صار ذكوري، أنا ببقى أعبد هيك إله. نعم. بدي نبش على إله آخر. نعم. منصف. فأنا وقت أقول كتاب ذكوري يعني إله ذكوري، ضربنا كل شيء ببعض البعض. نحن على كل قصدنا الشارع كاميرا برنامجنا وسألنا في نقطة كان لازم يجاوب عليها يعني عم يسبقني الوقت. طيب. بشكل سريع كتير حقيقة لو أنا بالنسبة لي بولس عدة مرات بالمشاكل اللي كان عم بيعالجها كان دايما يواجه الأمور بأسمائها. لو الموضوع له علاقة بنساء عندهم مشكلة انحراف عقائدي وعم بيوجه بس لإلهم كان ذكرهم بولس مثل ما ذكر ببقية الرسائل، فما بعتقد أنه هيدي حجة ممكن نحن نتمسك فيها لنقول أنه هيدا النص فائد المفعول لتطبيقه اليوم. نعم، نحن قصدنا كاميرا برنامجنا قصدت الشارع وسألنا الناس هل ينصف الكتاب المقدس المرأة؟ خلونا نشوف سوا شو جاوبوا. لطالما كان الكتاب المقدس المرشد لحياتنا اليومية وكان للمرأة دوراً أساسياً فيه، فكان من الطبيعي أنه نطرح السؤال التالي على مجموعة من الناس: هل الكتاب المقدس ينصف المرأة؟ بعرف أنا أنه الكتاب المقدس بينصف كل شيء، أكيد بينصفها وبيعطيها حقوقها من كل النواحي، من كل النواحي، بس في كل شيء له حدود أكيد، ضمن المبادئ اللي موجودة تقدر تكون تاخذ كل حقوقها بكل رياحها. أكيد بنظر الكنيسة شوي الكتاب المقدس بينصف المرأة أكثر من الكنيسة. أكيد إيه عم بينصفها. أكيد إيه طبعا إيه أكيد بينصفها اليوم وكل يوم عطول بكل الزمن. يعني نعم سيدة منى، سمعت شو جاوبوا الناس لما سألناهم هل ينصف الكتاب المقدس المرأة؟ البعض اعتبر انه الكتاب المقدس بينصفها ولكن الكنيسة ما بتنصفها، وضعت المرأة على هامش الحياة الدينية. شو تعليقك على اللي سمعتيه؟ ما في شك انه الكنيسة عبر العصور من ايام المسيح لليوم صار في تغييرات كثير، بعدين كل كنيسة او كل طائفة عندها اعتبارات وتفاسير خاصة و تعطي اعتبار مختلف للمرأة، فهون ما فينا ندخل، ما فينا نغوص بهالتفاصيل شائكة. نعم. لكن كنت بتمنى أنا كمان كون عم نركز على الأمور الخلاصية بالتعليم الكتابي، في أمور خلاصية أساسية ما لازم نحيد عنها ويكون في إلنا فكر واعتماد واحد لها، والأمور الاجتماعية ممكن مثل ما قال دكتور جوني أنه تتفسر تندرس بالعمق تتفسر بالكنيسة حتى تكون مقبولة وواضحة للمجتمع. نعم. اللي هي في اختلاف أكيد بالمجتمع، في عدة نصوص اجتماعية وفي
اختلاف بالتطبيق بين مجتمع الأيام المسيح واليوم ما بدنا ندخل فيها. هذا مش نص واحد، يعني مش نقطة واحدة. نعم. في عدة نقاط وعدة ظروف اختلفت من هذاك المجتمع لليوم، إن كان من ناحية اللباس أو السكن أو التربية والزواج، في كتير إشي اختلفت. فبدنا ندخل بالمواضيع الخلاصية لازم نكون متفقين عليها. نعم. مواضيع الخلاصية نحن متفقين عليها، يعني مواضيع تانية بسوى تندرس دايما وتتفسر، ممكن تتفسر عبر الظروف وعبر ال إذا هي قابلة للتفسير ولا للتغيير مثل ما قال الأخ جوني. نعم، إذا بتوافق الأخ جوني برأيه. نعم. دكتور جوني، أي. السؤال هو في موضوع رسامة المرأة، من يدعو؟ أليس الله؟ نعم، الذي يدعو المرأة؟ أليس الله الذي يعطي المرأة الإيمان حتى؟ من هيك قلنا إذا الله اختار، ركزت السيدة منى، إذا الله أراد ذلك ما حدا بيقدر يعاكس، ما يتحش الإنسان على إرادة. نعم. الله مش تكون المرأة هي يتخطى. ما يتخطى، كما أنه برجع بذكر أنا كالمرأة الوحيدة بهالحوار، أنت الآن عم تحاورينا بس نحن عم نجاوب. المرأة عندها رب ميزها وعطاها امتيازات كثيرة، بينما الرجل ما عطى ذات الامتيازات. نعم. نحن بدنا نكمل بعضنا، وعلى الأساس أنا بقبل باحترام الأدوار وتتميم الأدوار وإتقانها. نعم. يعني نحن كنا اليوم كمان صورة الله للمجتمع. نعم. كمان نوضح للمشاهدين تما نكون عم نغيب وجود امرأة قسيسة معنا موجودة بالحلقة. نعم. كنا تمنينا وجود أحد النساء اليوم اللي هن قادة بالكنيسة، ولكن سبب تغيبهم لأنه موجودين بمؤتمر وما بيقدروا يتغيبوا عنه. دكتور جوني، كنت عم تكفي فكرة وقطعتك سيدة منى. يعني عم نجرب نعجل قد ما فينا. فينا نقول لنقطة تانية يلي هو انذكر وذكرته سيدة منى، انه نحن عايشين بمجتمع شوي لا يتقبل هذا الموضوع ولا آخره. طيب اي متى اذا كان رسامة المرأة هي جزء من حقيقة الانجيل، اي متى كان المجتمع هو الذي يقود الانجيل؟ اليس الانجيل هو الذي يقرر دائما في وجه حتى في وجه المجتمع؟ فالحجة المجتمعية منا، يعني بعتقد نحن الإنجيليين كنا الرواد هون في تعليم المرأة بالقرن التاسع عشر. نعم. نعم. طيب نحن مشينا ضد المجتمع. طيب شو يعني؟ ليك وين صارت المرأة بسبب المؤسسات تبعيتنا؟ يعني مش دايما المجتمع بده يقود الإنجيل أو فهمنا للإنجيل. إنما الإنجيل هو اللي بده يقود المجتمع ويعيد تشكيله للمجتمع. نعم. ونحن وتصحيح مسار الأمور. نعم. كوننا عايشين بمجتمع بأغلبيته غير مسيحي، هذا المجتمع الغير مسيحي هو بحاجة إلى شهادتنا التي تتساوى فيه المرأة والرجل في كل الأمور، حتى في الرسامة، حتى في القيادة، حتى في الكرازة والتعليم وممارسة الأسرار في الكنيسة. نعم. خلونا نروح على تقرير آخر بحلقتنا، وبهالتقرير مشاهدينا منتوقف مع الأخت باسمة، كيف ترى دور المرأة في الكتاب المقدس وشو ردها على من يقول أن الكتاب المقدس لا ينصف المرأة؟ منتابع سوا التقرير. دور المرأة بالكتاب المقدس واحتمال وصولها لمراكز قيادية بالكنيسة أسئلة أردنا إلقاء الضوء على أجوبتها، توجهنا فيها إلى الأخت باسمة برهبات الأنطونيات وأخبرتنا بداية عن رأيها بدور المرأة بالكتاب المقدس. العهد القديم بدنا نقول أنه انكتب خلال 500 سنة تقريبا، يعني عم نحكي 3000 سنة قبل هلأ. من 3000 سنة كيف كان الأجواء بالنسبة لذلك الوقت؟ إلى دور متقدم جداً إذا عم نحكي من 3000 سنة. يعني أكيد امرأة ما بتكتب، أكيد امرأة ليست قائدة، دايماً ما بيكتبوا عنا إنها قائدة، ولكن في بعض المحلات بتبين امرأة مساوية للرجل، خاصة بسفر التكوين، وخلق الله الإنسان ذكراً وأنثى على صورته كمثاله، على صورته ومثاله. وبالتالي سألناها عما تجيب على كل مين بيقول أنه الكتاب المقدس لا ينصف المرأة. عم بقرأ من 3000 سنة، من 4000 سنة شو صار، وبقول شو الجوهر منه. نحن مشكلتنا أنه منقرأ الكتاب المقدس ومنسأل ماذا حدث. الكتاب المقدس ما بقرأ ماذا،
بقرأ لماذا؟ لماذا كتب هذا النص؟ شو بدي اخذ منه؟ فإذا ما بيجي بقول هيك حتى اشوف شو صار، ما فيكش اكتب شو صار، لأن اللي صار صار قبل ما انكتب بحوالي 1000 سنة، مش شغلته يقول عم بنصف أو مش عم بنصف، شغلة الكتاب المقدس يقول ليكوا شو لازم تعملوا يا بشر، أنتم مش عم تنصفوا بعدكم، ليكوا وين بعدكم أرض أرض، ليكوا لوين بدكم توصلوا تكونوا صورة الله ومثاله، بعد عنا كتير. اليوم أصبحت المرأة وبشكل لافت منذ حوالي 50 سنة عم تتبوأ المراكز القيادية، فماذا لو أنها تقود الكنيسة؟ أجمل ما كتب هلأ من جديد، يعني مش أنا اللي عم قوله، هذا البابا فرانسيس هلأ رجل العام، بابا فرانسيس امبارح كاتب مكتوب إرشاد رسولي 220 صفحة، قعدت الويك إند قعدت اشتغلته، من بين الأشياء اللي بيقول وين أني دخلكم نص المجتمع مش مبين بالكنيسة؟ المرأة ليه ما عندها دور كتير مهم؟ هيدا الدور الريادي بالكنيسة بعد ما بينه البابا عم بيطالب، فنحن بدنا نسند البابا هلأ، بدنا نسند نوصل. ليه ما صار؟ لأنه ما المرأة هلأ ما صار لاش 50 سنة بلشت تتبين بالعالم. يعني البابا اليوم عم بيطالب بتفعيل دور المرأة أكتر وأكتر، الحافز اللي جعلنا نسأل عن إمكانية يوما ما أنه يكون هناك كاهنة بالكنيسة، وليه لغاية اليوم المرأة لم تعطى هالصلاحية. منقول نحن منمشي بمهب الروح القدس، أنه الروح هو اللي بيقود الكنيسة. في كتير اشياء انقلبت بالكنيسة ما كنا ناطرينها، يعني ما كنا نحلم مثلا انه حتى بالانجيل لما يسوع بيقول لا تذهبوا الا الى الخراف الضالة من بني اسرائيل، الروح القدس بعتهم لغير محل، انه بلش مع مربولوس قال لهم روحوا لعند الوثنيين وصار رسول الامم. لوين ربنا بده يقود الكنيسة؟ هيدي شغلة الروح القدس. هلأ انا بقول انه بالمستقبل بده يصير، بعتقد أكيد، يعني قبل ما كان يكون في كاهنات لأنه بالتقليد ما كان في، إنه بلش رجال والكنيسة مشيت بحسب التقليد الماشي. بالمستقبل هيدا شغل الروح القدس لوين بده ياخدنا ما بنعرف. السيسة سمعنا الأخت باسمة شو بتقول، وطرحت يعني حكيت عن الإشكالية اللي عم نحكي عنها بالحلقة، وقالت إنه مش الكتاب المقدس اللي هو ما بينصف المرأة، البشر هن ما بينصفوا بعضهم، وقالت إنه في أمل بالمستقبل يكون في كاهنة وهيدا تقليد. شو تعليقك على اللي سمعته؟ حبيت كتير الحديث سور باسمة، نوجه لها تحيرات، هي كانت معنا كمان اليوم. نعم حقيقة في شغلة قلتها سور باسمة على أنه مش المجتمع هو يلي بحدد، بل كلمة الله هي اللي بتحدد، وكلمة الله بتقول للمجتمع شو لازم يعمل. نعم. وين الصورة اللي بده يوصلها، وهيدا حقيقة سيبتي ما بتتغير. وهيدا بيكمل كمان الحديث اللي كنا عم نتكلم فيه نحن مع بعضنا البعض، ودكتور جوني سأل مثلا أليس الله الذي يدعو، وبعدين تكلم على أنه أنا شخصيا في تباين بالأراء، ولكن لا. نحترم أراء بعضنا طبيعي، ولكن شخصيا أنا قادر شوف على أنه الله يدعو، والله فرجة من خلال كلمته كيف يدعو. الأمور منا غامضة بالنسبة لكلمة الله، هي واضحة. تيموثاوس الأولى 3 وطبيعة صفات الأسقف ثم الشماس ثم الشماسة، هو عم يدعي شمسات إذن في الكنيسة ليأخذوا منصب رسمي في الكنيسة. فالمرأة ما فينا نقول منا قائدة، ولكن القيادة هي أدوار، فإلها دور من أدوار القيادة. ومش بس هو والشمسات اللي عم بيتكلم عنهم بولس الرسول بتيموثاوس، هن منهم أزواج الشمامسة مثل ما البعض بفسر، لا بل هن نساء شمسات، منهم زوجات الشمامسة، وبيعطيهم صفات، وهدول الصفات بدون يلعبوها. حقيقة لو نحن بنرجع منرد ترتيب الكلمة لممارستها في كنائسنا اليوم، كتير أمور بتنحل، ومنحس حالنا عايشين كالكنيسة الأولى بجو كتير طبيعي منطقي، وكل واحد عم بيقدر يلعب دوره بحسب ما الله داعي له. نعم نعم. سيدة منى، تحدثت الأخت باسمة عن الأعراف والتقليد، وين المشكل إذا كسرنا التقليد والزائد؟ سلام الراسي اللي كان أمير الأدب الشعبي بيحكي عن الأمثال اللي سائدة بمجتمعنا، بيقول منهم بيقولوا هم البنات للممات، وعلم ابنك تقشع حالك، علم بنتك تشغل بالك. بما انه هذا ادب الرجال بالنسوان، جاوبت ست وقالت لهم الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق. فنحن هون بدنا نتحدى
التقاليد وبدنا نتحدى الأعراف ونلحق الرب يسوع مثل النساء اللي لحقوه. نعم. ومشيوا معه، لا كان في أوتيلات ولا كان في طيارات ولا كان في وكالات سفر. هودي تحدوا التقاليد في حينه، كسروا الأعراف، سافروا مع يسوع وتلاميذه، رفقوهم وخدمون وصرفوا عليهم من أموالهم. نقطع السطر. نقطع السطر. دكتور عواد، قبل ما نتوقف ببرنامج نقطع السطر مع فاصل، زكري خلاص حسمت سيدة منى نقطع السطر، نقول لهم تصبحوا على ألف خير للمشاهدين. دكتور عواد، يعني شو تعقيبك على كلامها للأخت باسمة وقالت أنه ممكن بالمستقبل يكون فيه كاهنات على أمل؟ إيه، أنا مع أنه البشر ما بينصفوا. نعم. النساء، لكن بس هيك نحن طالما عم نحكي على الكتاب. نعم. المقدس وغيره. من كانت الشاهدة الأولى على أو المرسلة الأولى التي زفت خبر القيامة؟ مريم المجدلية. وظهر لها المسيح. نعم. بكورنثوس الأولى 15 بخبرنا بولس عن كل الذين ظهر لهم المسيح المقام. ولهن. بيحرمها مش هو التقليل اللي استلمه، وهذا التقليل بيحرمها من الامتياز هيدي. أول من رأت المسيح المقام، تقليد البشري حرمها من هالامتياز هيدا، وبالتالي بنشوف كل اللي ظهر لهم الرجال. البشر لا ينصف. اوكي. عندي مشكلة أنا. نعم. بهالنقطة صراحة بشكل سريع، إذا بدي أقول التقليد البشري، وين دور الروح القدس في إيحاء كلام الله؟ هيدا صار كتاب ما بيقول منه مصدره الله، صار مصدره تقليد بشري. عندي مشكلة صار بيقول استلمت سلمتكم ما استلمته أنا، بس مين يلي أقاده في الكتاب؟ أنا استلموا من الرسل. والرسل مين أعطاهم؟ طب ما هني معقول ظهروا، كيف ظهر لإلهم؟ في عنا مشكلة، ما ننتبه شو عم نقول، لأنه أنا بقع بمشكلة بعدين. كيف بدي أفهم نصوص معينة؟ في جانب بشري طبعا للكتاب المقدس. أنا بتمنى أنه ما تكون عم تتنكر لإله هيدا. في جانب بشري، ولكن وين الحماية الإلهية؟ يعني هل يمكن الخطأ أن يرد في الكتاب؟ لا، الحماية لأنه في جانب بشري. الحماية الإلهية ما بتلغي لنا إنسانيتنا وبشريتنا. إذا بولس لا يتكلم بخطأ بهذا النص، تعمل من خلالها ومن خلال محدوديتها. يعني الروح القدس أصد هذا النص بهذه الطريقة. الروح القدس يعمل من خلال محدوديتنا وبشريتنا وضعفنا وعدم معرفتنا الكافية. مرة ما عم تجاوبني دكتور. لا عم بجاوبك. هل الروح القدس قصد في هذا النص أن يستغيب مريم المجدلية؟ مش أم بولس اللي قصده، أو من التقليد البشري اللي قصده؟ التقليد البشري. وين 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 الروح القدس اللي يحمي هالتقليد ما ينزعل الأمور؟ مش بالضرورة. شو بيضمن لي إنه مش في إشي بالتقليد مرقت معي بهالكلمة؟ مش بالضرورة يلغي هذه الذكورية للمجتمع. ربما هذه الذكورية تلغى مع الوقت. ليش ما بنستبدل كلمة ذكورية بكلمة أدوار للرجل وأدوار للمرأة حتى نشيل هالتمييز العنصري؟ لأن هون في اختلاف بوجهات النظر واضح. يعني أنت عم تستخدم عبارات، دكتور جوني عم يستخدم غير عبارات. رح أرجع لكم. يعني حتى ولكن حتى لما نقول خادمة، نعم، يعني الخدمة، بولس الرسول اعتبر حال خادمة. بس بولس يتكلم عن نفسه، بولس يتكلم واضحة في المعنى. إيه بس خادمة الكنيسة، هلا بقوله خادم الكنيسة، ما بنعرف خادمة كانت استخدمنا لنفس اللغة. نعم. العبارة ما بيعني نفس المعنى. نرجع للمعاني لنفهم المقصود. أنا بحب أرجع قبل ما تقولوا لنا انتهت الحلقة وما بقى عنا وقت نحكي. بحب أرجع للتكوين وللخلق. الله مين أراد بالمرأة؟ أن تكون معينة نظيره. نعم. هاي المساواة، وأن تكون أم كل حي. هذا أهم شيء الرب ميزه للمرأة فيه، وباختياره لمريم أن تكون حاضنة ليسوع في إحشائه. نعم. رح أحكي عن هولي بالجزء الثالث من حلقتنا. نعم، بعد في عنا قسم ثالث، ولكن خلونا نتوقف مع فاصل ثاني. رح أرجع لكم. بدي أذكر مشاهدين أنه نحن كمان بانتظار اتصالتهم. فاصل ومنرجع. سيدة منى، يعني كنت قبل الفاصل عم تحكي انه اختار الله انه يولد ابن الانسان من السيدة العذراء. عندي سؤال لك، هل كان ممكن ان يكون ابن الله انثى؟ لا، لانه واضح انه خلق يسوع كان فاتح الرحم ذكر
نذير للرب. واضحة. لكن الله، ماهية الله هي فوق الذكورية والأنثوية. نعم. الله فينا نقول مثل بالإنجليزي he's the parent، الوالد. يعني هون ما قلنا حق أنه نحدد هوية الله بذكر أو أنثى، لكن يسوع واضح أنه كان النبي المسيح الذكر الفاتح الرحم ليكون مخلص العالم. لكن الله ما فينا نقول ذكر أو أنثى. في هلأ اللي منحرفين كتير وبدهم يسموا الله والدي، غلط. أو والد، وغلط. نعم. لأنه he's above، بيقول لك أعزيكم كما تعزيكم كما تعزيكم أمكم. يعني في محل أحضنكم كما تحضن. نعم. الأم أطفالها. فهون بدنا نحدد أنه الله هو الوالد. نعم. لا رجل ولا امرأة، لكن he's the parent. نعم. اللي هي بالإنجليزي أوضح. نعم. اللي ما بتحمل جنس، ما بتحمل جنس للأسف. نعم. اللغة العربية above gender. نعم. يعني الله هو فوق الجنس، فوق الجندر. ما نجرب نحدد هويته أو ماهيته. نعم. دكتور جوني، يعني اليوم وجود المرأة كقائدة في الكنيسة ما زال وجود كتير خجول، شو اليوم لازم نعمل حتى تحصل على هالدور ونفعل هالدور أكثر بمجتمعاتنا؟ أول شيء لازم نقرأ، نعيد قراءة وتفسير تراثنا الديني النصوصي، نعيد تفسيره بطريقة يعني جزء من اللي عم نحكي فيه نحن اليوم كنا. هلأ أنا أنتمي إلى كنيسة أخذت المبادرة في إعطاء المرأة أدوار ريادية تعليمية في الكنيسة، رسامة. نعم. بلبنان نحن بعد ما وصلنا لهذه الدرجة إلى الرسامة، إنما في الكنيسة الإنجيلية المشيخية في سوريا ولبنان المرأة قد حصلت على إجازة وعظ. ماذا يضيف ذلك المنصب على الخدمة؟ وهي تعلم، لأن المرأة مميزة. مميزة يعني مختلفة عن الرجل، وعندها. نعم. شخصيتها وطبيعتها، تطفي على الرعاية تبعها وتطفي على فهمها للإيمان المسيحي عنصر جديد أنا بعتقد الرجل بحاجة أن يسمع له. نعم. وهي بركة أنا بعتقد من بركات الله إذا كانت في أدوار قيادية. طبعا نحن عم نحكي عن الشخص المؤهل. نعم. أو الشخص المدعو. نعم. والشخص اللي بيتمتع بالإيمان وبمواهب الروحية يلي بتطلبها الخدمة، هي ستكون بركة في حياة الكنيسة. أمين. وفي حياة الكثير من الرجال. نعم. يمكن الأسيس شادي، رح أرجع للأسيس شادي، يمكن يتبارك بخدمة. نعم. المرأة نعم. رح أسألك، ما هو أعظم دور ممكن تقوم فيه اليوم المرأة في الكنيسة؟ حقيقة الأدوار يلي ممكن تلعب المرأة في الكنيسة هي أدوار متنوعة. إذا أنا بس بدي حدد وأقول ما هو كل شيء مفقود مرغوب، لأنه أو كل شيء ممنوع مرغوب، لأنه نحن مفكرين على أنه الله أو الكتاب المقدس عم يمنع على المرأة التعليم، لكان هيدي هي صارت أم المواهب وأم الخدمات. الحقيقة لا، يلي بمارس دور التعليم بيعرف على أنه هو موضوع تحت النار مباشرة، تحت يعني النار من تحته والنار من فوقه، فبيأكل الحماوة من كل الميلات. بينما إذا نحن بدنا نشوف شو ممكن المرأة تلعب أدوار، فهي ممكن تلعب أدوار كتير متنوعة. في بعض الأدوار اللي بحب شير لإلها يلي المرأة فيها تلعبها مثل الرجل مباشرة، وهي أولا مشاركة بشارة الخلاص للهالكين. المسيح وقتها أعطى الإرسالية، أعطاها للجميع، ما أعطاها للرجال وقالوا أنتم ما تبشروا أنتم ما تخبروا عني، بل أعطاها للجميع. الكتاب المقدس بشجع النساء أن يعلمنا النساء الأخريات، هذا منقراها بطيطس 2 3 5. ما في مانع أنه المرأة تعلم الأولاد. المرأة في عندها مواهب روحية كثيرة، وعندها ثمر الروح أحيانا بيظهر بحياتها بيتجلى أكثر من الرجل. فالنساء فيهن رحمة أكثر،
من الرجل، فيهم رحمة أكثر من الرجل، فيهم قلب بينبض للإنسان الآخر أكثر من الرجل. فممكن المرأة تلعب هذا الدور. المرأة ممكن هي وزوجها يفتحوا بيتهم للخدمة. شفناهم كيف أكيلا وبريسكيلا فتحوا بيتهم للخدمة واستقبلوا أبولس. ليديا فتحت بيتها واستقدم والخدام صاروا يجوا لعندها. فممكن المرأة تلعب أدوار كثيرة. ممكن المرأة تحافظ على روح الوحدة داخل الكنيسة. بولس بأفسس عم بيعالج مشكلة انقسام بين اثنين نساء. نعم. فقال لهم توحدوا وعكسوا هيدا الجو الحلو بين بعضكم البعض. قياديات في الكنيسة. سيدة منى، يعني بلاش يسبقني الوقت وبدي اختم معكم. يعني حضرتك سيدة فعالة وعندك خدمة ويشهد لك بالخدمة اللي بتقومي فيها. اليوم اكيد صوتك مسموع وفي ملايين من النساء عم تحضرنا. شو بتحب توصلي اليوم لكل امرأة عم تحضرنا؟ كل امرأة تبتدي تكون قائدة ببيتها، تربي قيادات صالحة لأن أولادنا هن قادة المستقبل. تزرع فيهم السلام والمحبة والخدمة الاجتماعية وتكون قدوة لزوجة. ومجرد أن تقدر تلعب هالأدوار كلها، وخصوصي أنه سيدي مديرة مدبرة تقدر تعمل تلعب عدة أدوار بنفس الوقت ببيتها، بتكون ساعتها هي العنصر المغير في المجتمع وأساس العائلة. أساس المجتمع الصالح هو العائلة الصالحة. أساس العائلة الصالحة هي الأم، مثل ما قال جبران خليل جبران: وجه أمي وجه أمتي. نعم. فالقيادة الصالحة بتبدأ في البيت وهي اللي بتأسس المجتمع من خلال عائلتها. نعم. ما تلتهي بأمور تانية، خصوصي بهالأيام يلي المرأة أحيانا عم بتلهي عن دورها الأساسي، تقسم حالها، عم بتقسم وقتها وبتتعب نفسها بين البيت وخارج البيت. نحن دورنا في الجمعية المسيحية للشابات هو لتدريب النساء للعمل، لكن بشجع المرأة اللي عندها عائلة إنها مش على حساب العائلة تكرس نفسها لأولادها بعمر التأسيس وتنصرف للعمل بوقت تاني، وقت اللي ولادها بيكونوا كبروا وأخذوا الأساس الماكن منها. نعم. دكتور جوني، في ختام لقائنا مع حضرتك، هل من كلمة أخيرة بتحب توصلها للمشاهدين؟ لا، خلينا نشوف شو كيف المستقبل رح يكون، وأنا مبسوط كتير بهذه الحلقة. هل متفائل بالمستقبل؟ ما فيش يعني كليل. بإذن الله رح نقدر إن شاء الله بس نحسن ونغير بمجتمعاتنا للأفضل بناء على كلمة الله مثل ما الله يريد وحسب مشيئته. أكيد إن شاء الله. أنا متفائل. الموضوع موضوع بس حركة التاريخ، يعني مرات بالتاريخ بدك شوية وقت. نعم. بس أنا مبسوط كتير بهذه الحلقة. كنا بنتمنى بعد يطول الوقت، ولكن دايما في عامل الوقت هو اللي بيوضع حد للحوار والنقاش. يمكن بعد بتحمل ساعات الحلقة. أكثر شيء مبسوط فيه أنه لقيت القسيس الشادي إلى جانبي بهذا الموضوع. هلا بده شوية رجلجي بس بيمشي. هلا تحت الهواء بنشوف كيف بدها تصير هالرجلجي. قسيسة، انبسطت اتعرف عليك دكتور. ونحن بنشكرك لإدارة الحلقة بطريقة كتير سلسة وما بتسيطري وبتعطي مجال للأشخاص أنه يعطوا رأيهم. فبنشكرك كمان لهالموضوع ونتمنى لك التوفيق بحلقات المستقبلية. شكرا. سيدة منى الخولي، مديرة منفذة للجمعية المسيحية للشابات بلبنان، حليت ضيفة مميزة ببرنامج نقطة على السطر. حضورك كان مبارك لنا بالحلقة. بدي أشكرك على وجودك معنا. دكتور جوني عواد، أستاذ عهد جديد بكلية اللاهوت للشرق الأدنى، أيضا بدي أشكرك على حضورك المميز. وبدي أشكرك كمان لأنه وقتك ما كان بيسمح لك، ولكن على حساب وقتك قررت تكون معنا بهالحلقة. مشاهدينا، بعد الفاصل تابعوني مع القسيس شادي سعد وفقرة المواجهة. دقايق ومنرجع. وصلنا للقسم الأخير من حلقتنا مع فقرة المواجهة اللي بتتمحور مشاهدينا حول خمس أسئلة منطرحهم على القس شادي سعد. أسيس معك 30 ثانية للإجابة على كل سؤال، والمشاهدين بانتظار إجابات مقنعة. لحظات ومنبتدأ. السؤال الأول: لماذا لم يسمح الله لمرأة واحدة أن تشارك كل الرجال الذين كتبوا الكتاب المقدس؟ إذا بدي جاوب بطريقة ممازحاً، بقول لأنه يمكن ما بقى يساع قد ما النساء بحبوا يعطوا تفاصيل، ولكن حقيقة ما بنعرف السبب. ولكن منلاحظ على أنه في على القليل سفرين أستير ورعوث كتبوا عن حياة سيدتين فاضلتين عملوا عمل كتير عظيم، إضافة لعدد كبير من السيدات تم ذكرهم في الكتاب المقدس.
فهذا لا يعني أنه الكتاب مشحف في حق المرأة. نعم، لماذا لم يختار الرب يسوع امرأة من بين الرسل 12؟ حقيقة لأنه خدمة الرسول هي تتضمن القيادة والتعليم الروحي والسلطة الروحية في الكنيسة، ونعرف من خلال تعليم كلمة الله لأنه هذه الأدوار هي منوطة بالرجل، وبولس شرحها بتيموثاوس الأولى الفصل 2. نعم، برسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وبآية ثانية يقول: فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. هذا منه تمييز؟ حقيقة في زمن كتابة الرسول بولس لهذه الرسالة كانت المرأة ذات السمعة السيئة تقص شعرها ولا تغطي رأسها، كما أنه الناموس بيعلم على أنه المرأة الزانية يقص شعرها. مشان هيك في العهد الجديد كان من العار على المرأة أن تقص شعرها وأن لا تغطي رأسها. هيدا معناته انه المراه هي تحاول ان تشابه الرجل، وبالتالي هي بترفض مكانتها كامراه ضمن المجتمع وضمن الكنيسه. فبولس كان عم بيعالج هيدي المشكله. ايضا بكورنثوس الاولى: لتصمت نساؤكم في الكنائس، لانه ليس ماذونا لهن ان يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا. ولكن ان كنا يردن ان يتعلمن شيئا فليسالن رجالهن في البيت، لانه قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيسة. ما هو القبح في كلام المرأة في الكنيسة؟ حقيقة المقصود هو مش الصمت المطلق، لأنه كمان نحن بنقرأ بكورنثوس الأولى 11 على النساء التي كانوا يصلين ويتنبأنا. ولكن الكلام إذا ما نفهم بحسب سياقه في النص، فبولس عم يمنع المرأة أنه تعارض وتسائل في مضمون التعليم والنبوات يلي كانوا عم بصيروا بالاجتماعات من قبل أنبياء أو نبيات كانوا عم يتقدموا، بل تسائل في موضوع النبوات والتعليم مع الرجل. ألا يحرم الكتاب المقدس المرأة من حقوقها عندما يقول الرب إنجيل متى: والذي يتزوج بمطلقة يزني؟ لازم نقرأ هيدي الآية كمان على آية ما ورد في إنجيل متى 19 من 3 إلى 9، وقت المسيح بيعلم على أهمية عدم الطلاق إلا لعلة الزنا أو لسبب الزنا، وعلى أنه كل من يطلق لغير سبب الزنا فهو زاني. وعم بيتكلم عن الرجل الذي يطلق لغير سبب الزنا فهو زاني. فإذا تلقائيا كل من يتزوج وهو مطلق لغير علة الزنا يزني، وكل من يتزوج من مطلق لغير علة الزنا يزني. نعم، القصة شادي سعد بدي أشكرك على حضورك بحلقتنا، حليت ضيف مميز معنا بهيدي الحلقة. عندك كلمة أخيرة سريعة بس للمشاهدين؟ حب أقول على أنه كل من الرجل والمرأة خلقا ليحققا مجد الله في هذا العالم، خلينا نتسابق لنحقق هذا المجد بكل فرصة من الفرص. نعم، نتمنى أنه صوتك يوصل لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بكافة أنحاء العالم. بختام حلقة الليلة مشاهدينا، لابد من الإشارة أنه محبة الله ما بتفرق بين رجل وامرأة، ونعمه كمان بيوزعهم بالتساوي على كل أبنائه. الرب أمين ومحبته كبيرة، وناطر منا نفتح له قلبنا لو مين ما كنا وبأي منصب كنا. اللي واقفين براس القافلة أو بآخرها عندهم الفرصة نفسها والأفضلية نفسها لدخول السماء. حلقتنا لليلة انتهت، أنا بشكر متابعتكم، وإلى اللقاء الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.